مساء الخير مشاهدينا الكرام في كل مكان، أسعد الله مساءكم بكل خير. وحلقة جديدة النهاردة من برنامج الحقيقة. الأول أرحب بضيوفي مع المستشار فهمي الدراوي نائب رئيس برنامج الحقيقة. أهلا وسهلا محمد. الأستاذ مروان صابر أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك أستاذ محمد. الأستاذة سلمى عليان أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن الهجرة غير شرعية. الهجرة الغير شرعية هنستكمل حلقة الحلقة الماضية في موضوع الهجرة غير شرعية. أستاذة سلمى معاك إيه النهاردة في موضوع الهجرة غير شرعية؟ نطرحه على الباشمهندس يعني عشان نعرف السادة المشاهدين استكمالا للحلقة الماضية يعني. كنا عايزين نعرف الأسباب اللي بتدفع الشباب للهجرة الغير شرعية. والله إحنا عندنا سلمى أسباب كتير، منها أسباب اقتصادية، منها أسباب اجتماعية، منها أسباب سياسية، ومنها برضو زيادة على السكان. لو جينا نتكلم عن الأسباب الاقتصادية هنتكلم عن البطالة والفقر وعدم توفر فرص العمل وضعف الأجور التي لا تتناسب مع قدرات الخريجين وحياتهم وحاجاتهم المعيشية. لو جينا بصينا للبطالة مثلا، لأن دي بتلاقي شباب كتير بتخرج من الجامعات بيقعد مستنى دوره في التعيين. طيب هو ما لقاش دوره في تعيين الحكومة فبيلجأ للقطاع الخاص. القطاع الخاص بيقول له والله أنا عايز واحد يشتغل معايا يكون عنده خبرة من 10 ل 15 سنة، فبيتم إحباط الشاب، فبيبدأ يفكر في موضوع الهجرة الغير شرعية. والهجرة الغير شرعية دي إن هو بيطلع من بلده مخالف للقوانين ويروح بلد تانية برضه مخالف لقوانين البلد دي، يعني بيخشها بدون تأشيرة، فبالتالي بيبقى مخالف للقانون بيعرض نفسه لمخاطر كتير. طب سؤال مع المستشار، الأهل هنا ما لهمش دور في موضوع الهجرة الغير شرعية؟ إن هم يعني أنا بسمع في مبالغ رهيبة، أرقام كبيرة، 200,000، 150,000 عشان يسافر الهجرة غير شرعية. مش ممكن الأهل الوالد أو الوالدة يعملوا لابنهم مشروع إن هو يسترزق منه ويفتح يعني يوسع على نفسه ويشتغل بالمبلغ ده بدل ما هو بيصرف 150,000 أو 200,000؟ إحنا عارفين طبعا ما فيش شغل والدنيا بايظة غصب عننا كلنا، واخد بال حضرتك؟ فليه ما يعملش مشروع إن هو يعمل دخل له ويكون نفسه؟ طيب ليه ما يعملش كده بدل ما يموت نفسه في عرض البحر؟ تعال نتفق نقول برضه من ضمن الاسباب، احنا قلنا المشاكل الاجتماعيه. المشاكل الاجتماعيه دي انت بتلاقي شاب بيشوف واحد خرج بره عن طريق هجره غير شرعيه وراجع معاه فلوس كتير. طبعا هو ما عرفش ايه اللي حصل له، عنده طموح، عايز يبقى فيه طموح، فهو عاوز يحاكيه يقلده. نعم. فهو بيبص على انك انت لما تيجي تعمل له مشروع ب 150,000 150,000 يعمل له مشروع ايه؟ او برضه يا استاذ فهمي انا قطع حضرتك، برضه في تلاقي الشباب مثلا بيبص ان في حد قريبه مسافر عن طريق هجره غير شرعيه برضه، فيقول لك انا عايز ابقى زيه او انا عايز بالظبط. بالظبط. بس يا موان يعني في موت في البحر، هو ما حطش النقطه دي في دماغه. ما اقول لحضرتك على حاجه، كنت عايز اعلق على حاجه، ان في ناس اصلا تفكيرهم شويه بالذات في الارياف بيبقى النسبه اكتر للهجره غير شرعيه. ففي ناس ما بيبقاش معاها فلوس اصلا، بس الفكره كلها ان هي بيستلف، ممكن يوصل بيه ان هو يستلف ويقولك انا ما هروح هناك اول ما هشتغل هسد الفلوس دي. ما يعرفش ان هو بيعرض حياته للخطر وان هو ممكن ما يقدرش ان هو يوصل اصلا. بالظبط كده. من الياس اللي هو شافه، هو عايز يتعين، عايز يشتغل، حتى لو جاي يتعين بيلاقي الدخل بتاعه مش مناسب لاحتياجاته المعيشيه. ولو بصينا كمان ده السن يتراوح من 15 سنه ل 20 سنه. اطفال، تلاقي اطفال برضه بالظبط. اطفال، فين بقى هنا انا لازم اسلط الضوء على الاب والام. بالظبط. على الاسره فين؟ دور الدوله هنا، دور الدوله واللي بدا يتعمل في الفتره الاخيره دي، بدات الدوله بتوجهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي تتجه للاهتمام بموضوع الهجره الغير شرعيه. فعملت الدوله بدات تعمل توعيه، بتروح الارياف وتعمل لهم برامج توعيه وتفهمهم ايه المخاطر اللي بيتعرض ليها الشاب. برضه استاذ فهمي في مشاريع الرئيس السيسي عملها، اللي هي مشروع حياه كريمه، ده برضه هيوفر على الشباب ان هم يقدروا ان هم يشتغلوا فيه. برضه مشروعات في العاصمه الاداريه لو جينا بصينا هنلاقي برضه هناك الرئيس حاجه كويسه قوي. بالظبط طبعا. يعني بالظبط في العاصمه الاداريه، فده هيبدا يوفر على الشباب كتير ان هو يقدر يشتغل، يبدا ان هو يجي على نفسه. نلاقي شباب كتير اصلا بيبقى معلقين حته السفر ده على اللي هو على مستقبلهم،
يعني علق مستقبله على حته السفر دي. فانت ليك انت كشاب انت توقف حياتك على كده. كنت عايزه اعلق بس على استاذ محمد، بيقول فين تفكير الاهل الاب والام؟ ما هو النسبه الاكتر لو جينا بصينا لها هنلاقي ان هي في الكرة مش في المدن اكتر. الوعي نفسه بيبقى قليل في الارياف تقصدي؟ بالظبط، الوعي نفسه بيبقى قليل، فيقول لك وايه يعني مودي ابني عنده 15 سنه هيتعب ويشتغل ويجي بفلوس بعد كده. ده تفكيرهم بالظبط. الدوله تعمل ايه بقى؟ بدات الدوله تعمل مشاريع تطرحها للشباب، انها بتوفر له مشاريع صغيره وبقروض ميسره. بدات تعمل برامج تدريبيه وعشان تاهل الشباب ان هو لسوق العمل سواء كان خارج مصر او داخل مصر، لان هو شاب لازم يبقى عنده خبرات، لازم يبقى عنده مهن يقدر يمارسها بمستوى عالي عشان يبقى عليه طلب. فليه الشباب ما بيجي يطلع بره؟ هو لما بيجي يهاجر بيروح فين؟ بيعرض حياته للخطر. دي من اضرار الهجره برضو، ان هو بيعرض حياته للخطر. ممكن يموت في البحر، ممكن يتقبض عليه ويخش السجن، وبرضو ما يعرفش. طب ده هو فرض ان هو اجتاز ده كله وقدر يعدي، بيروح يشتغل فين بره؟ احنا عايزين نوعي الشباب برضو، نقول لهم انت بتطلع تشتغل بره باجر ضعيف جدا لانك بتهرب من الرقابه الامنيه. بالظبط، حتى لو تعب مش هيقدر ان هو يخش المستشفى. ممكن يتعرض للاصابه. الشاهد بقى من كلام حضرتك يا معالي المستشار، انا وصلني اكتر من رساله من شباب هناك، احنا ما نقدرش نذكر اسامي طبعا، محبوسين في السجون في ليبيا. يا استاذ محمد الحقنا، خلي السلطات المصريه تشوف لنا حل، السفاره المصريه عندنا في ليبيا تشوف لنا حل، السفاره المصريه في القاهره تشوف لنا حل. الناس دي محبوسه بقى لها 60 يوم، قد تتراوح 70 و80 يوم، يعني تجاوزت المده. احنا بنش الدوله المصريه، الناس دي معمول لها، الناس دي معمول لها يعني دفعت كفاله، معمول لها ترحيل. طب انتوا حابسينهم ليه يا جماعه؟ طب انا عايز دور الدوله هنا، حد من الساده المسؤولين يشوف اولادنا 14 سنه 15 سنه. اعداد كبيره يا مروان، يا سلمى اعداد كبيره، 50 و60 و100 محبوسين في مكان. لازم نشوف الناس دي، الاطفال دي نرجعهم لاهاليهم. هي الدوله ما بتاخرش جهد وبتسعى وبتعمل الحاجات دي. بالظبط كده. احنا عايزين نقوله يجب التوعيه للشباب. احنا برضه بنسلط الضوء على الحاجه، على الاسره. لا الاسره برضه، لان ده طفل يا مروان عنده 14 15 مش مدرك يعني ايه سفر. هو عايز يركب مركب يا معلم الشار ويمشي وخلاص، يركب في البحر بالظبط. هيموت ما يموتش، ده مش قصته. برضه يا استاذ محمد، ممكن الدوله تعمل حاجه ان هي تقدر تساعد الشباب في حاجه، ان هي ممكن توفر لهم ان هم ياخدوا قروض. بالظبط، تيسر له قروض ان هو يفتح مشروع بيها. طب ليه انا ما احطش ال 200,000 جنيه اللي انا هسافر بيهم او ال 150 واعمل مشروع تتضمن الدولة مثلا؟ تمام، في كده مثلا. بالظبط، اه استاذ محمد زي ما قلت لك ان هم في ناس ما بيبقاش معاها اصلا وبتروح تستلف، بتقول لك انا مسافر بره، لا انا هقدر اوفر المبلغ وابعت يعني جزء للمبلغ. ده حاجه ثانيه غير كمان غير ان فكره ان هو يبقى معاه المبلغ نفسه يقدر يسافر بيه. بيقول لك انا مسافر اكتر هجيب فلوس اكتر بره. بالظبط بالظبط. في حاجه عملتها الدوله برضو كانت كويسه، قللت من الهجره الغير شرعيه بتوجيهات مرسى عبد الفتاح السيسي، عملت رقابة جديدة على الشواطئ الساحلية والمناطق البرية اللي بيستخدمها تجار البشر في تهريب المهاجرين لدول تانية. بس آخر فترة يا أستاذ فهمي كان في ناس كتير قوي بدأت إن هي بتستغل الهجرة الغير شرعية وبتسافر. يعني انت لو كنت شويه بتسمع ان في مركب مش عارف غير بكام شاب. ايوه بس هي كذا قلت في الفتره الاخيره، لان كان في رقابه جديده جدا فعلا. معانا تقرير معالي المستشار، بس نشوفه. معانا تقرير من صعيد مصر ارسله الينا الدكتور محسن الدسوقي، مدير مكتب برنامج الحقيقه، طبعا الراعي الرسمي للتقرير معالي المستشار شريف عمار المحامي، الراجل المحترم، الراجل الأصيل ابن الصعيد اللي طلع أولادنا اللي هم في الثانوية العامة والثانوية الأزهرية رحلة على حسابه الخاص. فطبعا هنشوف التقرير، حاجة جميلة جدا، حاجة رائعة. تعالوا بينا نشوف التقرير. أتي في خاطري وفي فمي، أحبها من كل روحي ودمي. يا ليت كل مؤمن بعزها يحبها، حبي لها بني الحمى والوطني، من منكم يحبها مثلي أنا مثلي أنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي السادة المشاهدين، مشاهدي قناة الصحة والجمال، برنامج الحقيقة مع الإعلام محمد سيف، معكم محسن الدسوقي مدير مكتب الصعيد. النهاردة احنا متواجدين في العين السخنة لتغطية رحلة أوائل الثانوية العامة والثانوية الأزهرية والفرق الرياضية، والتي تتم برعاية وعناية الأستاذ شريف عمر. النهاردة احنا مع صاحب العرس، صاحب العرس اللي بينظم الحفل الكبير والرحلة السعيدة لأوائل الثانوية العامة. كونوا معانا وتابعونا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تشرف بمعرفة حضرتك. شريف شعبان سعد علي المحامي، سعد علي عمار، وشهرته شريف عمار المحامي. اهلا وسهلا بحضرتك. احنا النهاردة سعداء وفعلا فرحانين من قلبنا بوجودنا معاكم النهاردة لتغطية الرحلة التي تتم تحت عنايتكم وتحت إشرافكم، رحلة أوائل الثانوية العامة والأزهرية وأوائل الفرق الرياضية في مركز بني مزار محافظة المنيا. بصراحة احنا شفنا قبل كده ان يتم تقديم جوائز عينية ونقدية لأوائل الثانوية العامة والثانوية الأزهرية، ولكن لم يتم هذا الحدث. كلمنا باستفاضة سريعا عن هذا الحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انتوا قناة الصحة والجمال شرف لينا النهاردة اللي احنا نعمل لقاء معاكم، وشرفتونا في الرحلة. اما بخصوص التكريم، انا بفكر في التكريم من شهر 3 اللي فات. شهر 3 اللي فات انا يعني كنت عايز اعمل حاجة ما اتعملتش قبل كده. شهر 6 انا نزلت القرية هنا واتكلمت معهم على كده ورحبوا بالفكرة، وطبعا بدأت أعد ليها، اللي أنا برضو أعرض على بعد النتيجة ما تظهر، أعرض على الناس اللي أنا هخرج عن التكريم التقليدي اللي هو حفلة وجوائز عينية أو نقدية، وناخد يوم ترفيهي لأي قرية سياحية. طبعا إحنا خدنا بعد طبعا ما اقترحت الفكرة على الطلاب لقت قبول، فبدأنا في التنفيذ. طبعا في الغالب الاوائل بنات، فطبعا احنا اقترحنا ان احنا ناخد حد معاهم كمرافق، اب ام اخ، على حسب ما هم يختاروا يعني. فطبعا عرضنا الفكره وبدانا التنفيذ وخططنا وانتقلنا، ويوم النهارده جميل واحنا في البحر. واعتقد طبعا الطلبه الثانويه العامه اليوم الترفيه، لان هو التنسيق الدراسه بدات مفيش وقت، فاليوم ده بيخفف شويه من المعاناه سواء على الاب والام والطالب او الطالبه. احنا خدنا بقى التكريم الاول والثاني من كل فئه، سواء علوم، علم علوم، علم رياضيات، شعب الادب. بالنسبه لل على مستوى المدارس المركز، على كل المدارس الثانوي وفي مركز بني مزار، وكذلك برضو المعاهد الثانويه الاول والثاني والاول والثاني. تمام. طيب ولاحظنا برضو انت حضرتك كرمت برضو الفرق الرياضيه في مركز بني مزار. كنت في الشهر كام، شهر 7، عملنا دوره كانت متكونه من 62 فريق، فانا خليت الفريق الاول والثاني يصعد معانا للرحله، كانت مفاجاه ما كناش عارفين. في اليوم الختامي للدوره اعلنت الفريق الليس وفريق سهوله هيكونوا معانا في الرحله، وحصل سواء مجلس الاداره بتاع سهوله برضو والفريق والفريق ليس. طيب لاحظنا برضو ان انت برضو جهد مشكور من حضرتك، طبعا من لا يشكر الناس لا يشكر الله، ان انت قدمت لهم كمان النهارده جوائز. قدمنا لهم جوائز، لان انا كنت عامل تنظيم معين اللي احنا هنعمل حفله على البحر بعد طبعا ما استعمال حمامات السباحه والغداء وكده، فبدانا النهارده الحفله. احنا لسه مخلصين الحفله من حوالي 10 دقائق كده. أعزائي السادة المشاهدين، مشاهدي قناة الصحة والجمال، برنامج الحقيقة، احنا النهاردة قدمنا للشعب المصري نموذج يحتذى به، وكان شرف لنا حضور وتغطية هذه الرحلة السعيدة التي أسعدت جميع محافظة المنيا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تشرف بمعرفة حضرتك. عبد الرحمن أحمد محمد من مدرسة الشهيد محمد الجراني. أهلا وسهلا بحضرتك. نتعرف بحضرتك.
اسمه احمد محمد، درس الثانويه بنات بني مزوش. اهلا وسهلا، تشرف بمعرفه حضرتك. دكتوره مروه نور الدين والده فاطمه. اهلا وسهلا بحضرتك. قول لنا سبب وجود حضرتك هنا النهارده ايه؟ تكريم ليا الكوني من الاوائل الثانويه العامه. حضرتك برضو موجودة عشان انت من اوائل الثانوية العامة؟ الحمد لله. ايوه الحمد لله، الاولى على المدرسة على الثانوية بنات. تمام، حضرتك الاولى على المدرسة ولا ترتيبك ايه؟ الاول على المدرسة والثاني على المحافظة. الف 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 مليون مبروك. عايزة تقولي ايه بما انك والدة الطالبة اللي هي طلعت الثانية على محافظة المنيا والاولى على مدرسة بني مزار الثانوية العامة، حابة تقولي ايه النهاردة في اليوم السعيد ده واليوم اللي ادخل السرور على عليك وعلى الاولاد؟ طبعا الاول نشكر الاستاذ شريف عمار، لان ده من يعني اول مره اشوف حد بيهتم بالاوائل ويحاول يفرحهم بالشكل ده وتكون رحله سعيده زي اليوم اللي احنا قضيناه هنا معاكم، فنشكره طبعا شكر كبير، وخصوصا ان الفتره اللي فاتت ما حدش اهتم بالاوائل على مستوى محافظه المنيا ولا كرمهم، وفاطمه تعتبر الثانيه على يعني هي الثانيه على محافظه المنيا والاولى على اداره بني مزار. بنرجع تاني وبنسألك سؤال، بنقول لك شعورك النهاردة وانت في الرحلة؟ فرحة وسعادة وشعور جميل جدا، التعرف على الناس جديدة والتكريم بشكل لائق ومحترم. حابة تقولي ايه لزمايلك اللي هم داخلين الصف الثالث السنة والسنة ان هم ياخدوا بالاسباب ويعملوا بجد وما يسيبوش اي وسيلة قدامهم ويسيبوا الباقي على الله. تنصحي أبنائنا في الصف الثالث الثانوي بما أنك والدة الطالبة الثانية على محافظة المنيا، تقول لهم إيه؟ أقول لهم الأول والآخر طبعا التوفيق من عند الله سبحانه وتعالى، لازم يحطوا ده قدام عينيهم ولكن ياخدوا بالأسباب، الاجتهاد ومحاولة إن هم يحصلوا على المعلومة بأي شكل، زي ما كانت فاطمة بتعمل، كانت ما بتخليش أي حاجة ملخصات وحاجات من على النت، يعني بذلت جهد كبير الحمد لله رب العالمين وكله بتوفيق الله، وكانت طبعا بتذاكر أول بأول وده أهم حاجة، إن هي ما بتراكمش حاجة عليها والحمد لله رب العالمين يعني بس. وتنظيم الوقت، تنظيم وقت النوم وتنظيم وقت المذاكرة. تنظيم الوقت أنا شايفه عامل مهم في بالنسبة للطالب. طبعا جدا. يعني ده من الحاجات اللي بيخلي الطالب هو عارف هو بيركز في أي ساعات في اليوم، يعني في طالب بيركز الصبح وفي طالب تحصيله أحسن بالليل، هو الطالب بيعرف نفسه بيحصل إمتى أعلى تحصيل ليه، فبينظم وقته بيذاكر في الوقت اللي تحصيله عارف فيه وبينام في وقت تاني ياخد قدر كافي من النوم عشان يعرف يركز في اللي هو بيعمله. حابب تقول ايه للطلبة وتقول ايه للأهل في مركز بني مزار محافظة المنيا؟ أهم حاجة الاجتهاد والتوكل على الله، ده في الأول أكيد التوكل على الله، وأهم حاجة العبادة والصلاة في معادها والانتظام في المذاكرة أكيد، تليها بعد كده حل الكتب والسعي والاجتهاد والصبر، لأن المجهود مش بيجي مرة واحدة، مش كله بيجي مرة واحدة إن شاء الله، وبالتوفيق للجميع. آخر حاجة حابين نعرفك، حابة تدخلي كلية إيه؟ بإذن الله. ان شاء الله يتحقق حلمها وان شاء الله باذن خلاص الحمد لله قبل الطب المنيا. طيب الف 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 مليون مبروك، يبارك في حضرتك وشكرا جزيلا على اليوم ده، ونشكر تاني الاستاذ شريف عمار لانها كانت مفاجاه حلوه بصراحه، يعني احنا اول مره نشوف حد يهتم بالاوائل بحيث انه يخلي يوم جميل زي ده، يعني نقضيه احنا كاولياء امور مع ابنائنا نحتفل بيهم في يوم زي ده. تمام، شكرا لحضرتك. شكرا لحضرتك. شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين. عرفنا بحضرتك. عمر شحاتة محمد، أستاذ الأدب العربي والنقد الأدبي بكلية الآداب جامعة دمنهور. السلام عليكم، حابين نتعرف بحضرتك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أيمن أبو الدهب أحمد، مدرس مدارس الجيش الثانوية. دكتور عمر، عايزين نعرف سبب تواجد حضرتك النهاردة في الرحلة إيه؟ أنا حضرت هذا اليوم كريم بدعوة من سعادة الأستاذ شريف عمار لتكريم أوائل الثانوية العامة والثانوية الأزهرية والفرق الرياضية المتفوقة. تمام، حابين نسأل حضرتك تقولي للناس في اللي شفته النهاردة في برنامج الرحلة بتاع اللي بينظمها الأستاذ شريف عمار. والله بدين زي بدا، أنا عايز أشكر معالي المستشار على هذا العمل الغير مسبوق، لأن احنا فعلا ما شفناش حد يكرم أوائل الطلبة منذ سابق، يعني
فده عمل غير مسبوق بصراحة لمعالي المستشار، فنشكره على هذا العمل وعلى كثير من الأعمال اللي تعملها بصراحة. وده اليوم النهاردة جميل والطلبة مستمتعين وشايفين الفرح في عيون الطلبة من ملاهي وقسيم وبحر وما شاء الله حاجة جميلة. فنشكر معالي المستشار على هذا اليوم الجميل للطلبة وكل أبناء وأولياء الأمور اللي مع الطلبة مستمتعين. يوم جميل ونتمنى أن يعد على خير إن شاء الله حتى يوصل بالسلامة بإذن الله تعالى. الدكتور عمر، عايزين كلمة لحضرتك في واستنتاجاتك للرحلة النهاردة وتعليق حضرتك على هذه الرحلة. رحلة طيبة فيها تكريم للطلاب، جدوا واجتهدوا وحاول الأستاذ شريف بحضور أولياء الأمور وهؤلاء الطلاب والطالبات والمتفوق في مجال الرياضة أن يساهم من باب جبر خواطر هؤلاء وإدخال الفرحة على قلوبهم، خاصة بعد رحلة كفاح ورحلة سهر ورحلة كد ورحلة تعب. والحمد لله أن كان نتيجة هذا التعب وهذا السهر هو التفوق، لكن القضية في تقدير مش قضية تفوق، القضية هي الحفاظ على التفوق. ما أسهل أن أتفوق، لكن ما أصعب أن أحافظ على هذا التفوق. فأتمنى أن يحافظوا على هذا التفوق ويسيروا على هذا الطريق. أستاذ أيمن، حابين نعرف وكما لاحظنا أن التكريم ده ما حدش عمله، كلمنا باستفاضة عن التكريم بتاع الأستاذ شريف عمار للطلبة النهاردة. والله يا أخي هو التكريم ده فعلا ما حدش عمله قبل كده من كل الناس، يعني من قبل كده ما حدش عمله، فلذلك عمل غير مسبوق. الطلبة مبسوطة، جبر خاطرهم، حتى عطى دافع للطلبة اللي داخلين تالتة ثانوي السنة دي، وده شفته ان كله متشجع ان يصل لنفس المكان وان يتكرم وان يجي نفس الرحلة. ده دافع للطلبة ان هم يجتهدوا ويحاولوا يصلوا لنفس المنطقة دي ان شاء الله رب العالمين، لان اغلب الطلبة هنا اللي دكتور واللي مهندس ما شاء الله كلهم اوائل طلبة، فكله يتمنى ان يكون زيهم ان شاء الله. نشكر اولياء الامور، أولياء أمور الطلبة اللي معانا حالا انهم تعبوا وكدوا واجتهدوا مع أولادهم وساعدوهم وسندوهم حتى وصلوا لهذا المكان. نشكر مع المستشار اللي جبر خاطرهم بتكريمهم، ومش تكريم بس والله، يعني احنا تكريم وتكريم حفظ القرآن الكريم وحاجات كتيرة أنا لمستها مع المستشار. مشكور مع المستشار لما فعله إن شاء الله. شكرا لحضراتكم، شكرا ونشكر حضراتكم. أعزائي السادة المشاهدين، كنا معكم من العين السخنة لمتابعة حفلة تكريم أوائل الثانوية العامة والثانوية الأزهرية والفرق الرياضية من الأستاذ شريف عمار مركز بني مزار محافظة المنيا، وهو راعي الحفل وراعي الرحلة. كان معكم محسن الدسوقي، برنامج الحقيقة مع الإعلام محمد سيف على قناة الصحة والجمال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا دكتور محسن على التقرير الأكثر من رائع، وبنشكر معالي المستشار شريف عمار المحامي على هذه الرحلة الجميلة. وإحنا بنختم حلقتنا النهاردة، كنا عايزين منك أستاذ فهمي تدي الشباب نصيحة للهجرة الغير شرعية قبل ما نختم الحلقة. سريعا، أنا عايز أقول لكل شاب، اشتغل على نفسك كويس، درب نفسك كويس، وأهل نفسك كويس، وبلاش تغامر بحياتك ولا بفلوسك أو تعرض حياتك للخطر، وابدأ اشتغل على نفسك وان شاء الله هتحقق نجاح كويس. مروان اتفضل. بص، حاول ان انت بدل ما تفكر ان انت تسافر، فكر ان انت تاخد فلوس من والدك تفتح بيها مشروع، تشوف المجال اللي انت حابه ايه، تبدا ان انت تخش فيه. دايما يبقى عندك صبر، دايما يبقى في امل عليك كبير قوي، ده امل ان انت معتمد على ربنا في كل حاجه، ودايما انت تكون بر بوالدك ووالدتك، وان شاء الله ربنا يكرمك باذن الله. اعزائي المشاهدين، انتهت حلقتنا الليله، انتظرونا في حلقه قادمه ان شاء الله في برنامج الحقيقه مع محمد سيف. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.